عند والدتي ذهب بحوالي 2000 ريال، وتصدقت به لأنها قد توفيت، وأعطيت أخي 200 ريال، وأعطيت ابني 100 ريال. هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. لوالدته أعطت أخاها 200 ريال، نعم، وأعطت ابنها 100 ريال من تركة أمها ذلكم الذهب الذي قيمته 2000 ريال كما تقول. هذا تصرف لا يجوز، لأن الذهب الذي تركته والدتها يكون تركة لورثتها، وإن كان عليها دين فإنه يسدد من هذه التركة. فالحاصل أنه لا يجوز لها هذا التصرف، وعليها أن تضمن هذا المبلغ على أن ترد بدله لورثه، إلا أن يسمحوا لها به. إذا سمحوا لها به وطابت أنفسهم لها به فلا بأس، أما إذا لم يسمحوا فإنه يلزمها الضمان ودفع هذا المبلغ أو قيمة هذا الذهب على المواريث المشروعة لورثة هذه المرأة، وعليها أن تتوب إلى الله من هذا التصرف الخاطئ. نعم.